جروبات الماميز حدوتة مصرية استطاعت أن تفرض نفسها على المجتمع المصري خلال 8 سنوات الأخيرة، ونجحت بقوة تأثيرها في أن تتحول من مجرد مفعول به في الأحداث التعليمية إلى فاعل مشارك في صنع القرار. في البداية كانت فكرة جروب الماميز عبارة عن جروب على تطبيق واتساب يجمع أولياء أمور طلاب فصل واحد في المدرسة ليتواصل من خلاله الأهالي ويتبادلوا عليه مواعيد الامتحانات وأخبار المدرسة والدروس والامتحانات والملازم. ثم بدأت فكرة جروب الماميز تتطور بشكل ملحوظ وتنتقل إلى فيسبوك في عام 2016. والآن وبعد مرور سنوات تحولت جروبات الماميز إلى ائتلافات شهيرة على فيسبوك يتم اللجوء لمسؤوليها في جميع وسائل الإعلام كمتحدثين باسم أولياء أمور طلاب المدارس في مصر كلها. ونظراً لقصة نجاح جروبات الماميز، قرر صناع الدراما والسينما استغلال الفكرة في إنتاج أعمال فنية، منها مسلسل حكايات جروب الماميز من بطولة خالد سليم ودينا فؤاد، وتدور أحداثه حول جروب الماميز في المدارس وأولياء الأمور مع تتابع الأحداث بشكل مؤثر بين الآباء والأمهات والأبناء. كما تم إنتاج فيلم باسم جروب الماميز بطولة روبي ويسرى اللوزي ومحمد ثروت، ويتناول في إطار كوميدي العلاقات بين أولياء الأمور وبعضهم من جانب وبين المدرسين من جانب آخر من خلال جروب الماميز.